بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بالسادة الصحفيين ويسعدني اللقاء بكم لتوضيح مجريات الأحداث في ليبيا. ونشكر الشعب التونسي حكومة وشعبا على مواقفهم التاريخية لدعم الشعب الليبي، ونشكر خاصة فخامة الرئيس قيس سعيد على إعطائه أهمية وأولوية للملف الليبي واهتمامه بحلحلة الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن بإذن الله. تسلسل الأحداث في ليبيا معروف للجميع، ولا داعي للإسهاب أو الإغراق في التاريخ والحديث على ما مرت به ليبيا من أزمة دستورية على مدى نصف قرن أو ويزيد. لكم أن تتصوروا بلدا قائمة بدون دستور، وإنما على حكم فرد تسير البلاد وفق أهوائه ومزاجه الشخصي. وبعد ثورة فبراير التي كانت استمرارا وتماهيا مع ثورة الياسمين في الشقيقة تونس، سقطت منظومة الاستبداد وحكم الفرد والعسكر. الفرق بين ليبيا وتونس أن تونس تمتلك رصيدا متميزا على الصعيد المؤسساتي والعقلية التونسية والبرقيبية التي قامت عليها الدولة التونسية، هي نفسها التي استطاعت تجاوز الأزمة ما بعد سقوط النظام السابق في تونس. ثورة الياسمين أسقطت نمط حكم ولم تسقط دولة. في ليبيا لا يوجد فصل بين النظام والمؤسسة، فإن أسقطت النظام لن تجد بعده أي مؤسسة تنهض بمسيرات الدولة. التحديات كانت كبيرة وبالذات على الصعيد الأمني والوضع العام في المنطقة، الذي واجه نمو التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق ومصر وتونس، جعل من ليبيا هدف لتلك التنظيمات الإرهابية، وصار استحقاق مكافحة الإرهاب أمر أساسي واستراتيجي. وللأسف الشديد هناك بعض القوى المتربصة بالسلطة والاستبداد استغلت هذه الظروف لتبرير محاولاتها المستميتة للوصول للسلطة بمنطق القوة والمغالبة. دولة ليبيا تمثلها حكومة شرعية ولدت من رحم توافق وطني شاركت في رعايته الأمم المتحدة وجميع الدول الشقيقة والصديقة، وصادق مجلس الأمن على الاتفاق السياسي الليبي المبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية وفق قرار صدر من مجلس الأمن 2259. هذه الحكومة معترف بها دوليا لدى جميع الدول ولدى جميع دول العالم، وهي الممثل الشرعي والوحيد لليبيا لدى جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع المنظمات الدولية بلا استثناء. الدول الجارة كتونس والجزائر ومصر والسودان يعترفون رسميا بهذه الحكومة. دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان يعترفون بحكومة الوفاق الوطني، وبالتالي فشرعية الحكومة قطعية ولا نزاع فيها إطلاقا. في شهر إبريل الماضي كنا نستعد لمؤتمر غدامس الذي كان سينهي كل الخلافات بين الفرقاء، وكنا نقبل بالجميع بلا استثناء، حتى من يطلقون على أنفسهم بالقيادة العامة للجيش اعتبرناهم طرف في المعادلة السياسية، وكانوا من ضمن الحاضرين للمؤتمر مؤتمر غدامس. وكان هناك إجماع بأن الحل العسكري غير ممكن، وأن الوطن يسع الجميع والمصلحة الوطنية تقتضي الجلوس على طاولة واحدة دون إقصاء لأحد. يوم 4 أبريل الماضي فوجئنا بأرتال عسكرية مدججة بالمدافع والدبابات تدعمها طائرات حربية تهاجم العاصمة طرابلس بدون أي سبب منطقي. آلاف من القتلى والجرحى ومئات الآلاف من النازحين والمشردين وعشرات الآلاف من الأطفال ساروا بلا دراسة ولا مأوى يحميهم برد الشتاء. لماذا هذه الحملة العسكرية الغاشمة؟ تارة يقولون نحارب الإرهاب، وحكومة الوفاق قامت بإطلاق عملية عسكرية ضخمة سميت بعملية البنيان المرصوص. دحرت تنظيم الدولة الإسلامية داعش في سرت، وكانت هذه العملية بالتعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسقط فيها أكثر من 770 شهيد من قوات حكومة الوفاق، ناهيك عن آلاف الجرحى. فهل صرنا اليوم إرهابيين؟
نحن من كشف مكان دفن الأقباط الذين تم ذبحهم من قبل تنظيم داعش، وتم التنسيق مع الجهات المختصة في مصر وتعاون مشترك بين الدولتين، وتم نقل رفات الضحايا إلى ذويهم، ونكرر تعزينا ومساتنا للأهلم. هل اليوم صرنا إرهابيين نستحق القتل؟ نحن الآن نمارس حق شرعي كفلته سائر الشرائع والقوانين الدولية، وهو حق الدفاع عن النفس وعن شرعية سياسية معترف بها من العالم بأسره. عاصمة يقطنها نصف سكان ليبيا تقريبا، تقصف بالطيران الحربي والمسير والمدفعية الثقيلة، وتعريض ملايين من المدنيين للموت والدمار. ونرى بعض الدول تغض الطرف عن هذه الجرائم وتتواطع مع المعتدي بدعمه بالعتاد والسلاح والمرتزقة من جميع الملل. نحن نعتقد أن هذا الهجوم على العاصمة نموذج صارخ للإرهاب في أبشع أشكاله. الأشكال الذي نعانيه هو العقلية العسكرية الانقلابية التي لا تؤمن بالتعددية السياسية والتداول السلمي على السلطة. الديمقراطية ليست حلما بعيد المنال. لقد شاهدنا شقيقة تونس كيف واجهت أصعب التحديات بدون أي بطولات فردية، أو إلا الوعي والروح الوطنية الداعمة للآليات والأطر الديمقراطية هي التي كانت السبيل لاجتياز تونس. زعامة شخصية لكافة التحديات، جدير بالنظر أن الجيش التونسي كان داعما للتحول الديمقراطي، حاميا للدستور، ولم يزايد على الشعب بحجج مكافحة الإرهاب ومواجهة مؤامرات كونية على تونس لتبرير تسلطه واستبداده واستيلائه على السلطة. نحن في ليبيا من خلال حكومة الوفاق نحارب لأجل الديمقراطية والدولة المدنية التي تنبت التطرف والإرهاب، والتي تمتلك من الأدوات السياسية والعلمية والتنموية والثقافية وكذلك الأمنية لمواجهة هذا الخطر. أما العقلية العسكرية الانقلابية تلعب على وتر الإرهاب والمؤامرات وتسديج الرأي العام وإقناعه بفكرة القائد الملهم والرمز المقدس الذي تسقط أمامه أصول الديمقراطية والمحاسبة والشفافية، وتكون الدولة رهينة لشخص. وهذا أمر في غاية التخلف ولا يمكن أن نسمح به. وسنقاتل في سبيل قضية عادلة، ونقول مقاله المجاهد عمر المختار: ننتصر أو نموت. من أراد أن يحتكم للديمقراطية ودولة القانون التي تضمن معايير المحاسبة والشفافية والتداول السلمي على السلطة المدنية فأهلا وسهلا به. نحن نمد أيدينا له كائنا من كان. أما من أراد استعباد الناس بالقوة والاستبداد ويريد الهيمنة له ولآل بيته، فنحن سنكون في مواجهته لآخر قطرة دم، وسنقاتله ونهزمه. انتهى البيان. نطموه من بلدهم السبعة. من بنظر يا سيد محمد الله. عربية الإمام لكلة تونس إفريقي الأنباء. موقفكم من المبادرة الأخيرة التي تقدم بها وفد من يقدمون أنفسهم على أنهم من قبائل ليبيا للرئيس قيس سعيد وتفويضه بالتكفل بحل الأزمة في ليبيا، وشكرا. نحن نرحب بأي مبادرة تكون جامعة وشاملة لكل الليبيين وفق أسس ومبادئ، وكذلك أي مبادرة لابد أن تكون تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة، يعني في إطار داخل إطار الأمم المتحدة. سامي بكير، قناة ليبيا الوطن. كيف تصف لنا الموقف الدولي تجاه الحرب على طرابلس، وهل هناك متغيرات لصالح حكومة الوفاق؟ السؤال الثاني: هل تتوقعون أن مؤتمر برلين سيعقد في موعده؟ وإذا حصل ذلك، هل تتوقع صدور مخرجات إيجابية منه؟ بالنسبة للموقف الدولي، هناك محاولة من بعض الدول، ولكن الموقف الدولي دائما مشوش باتجاه ليبيا مشوش، وهناك أطراف إقليمية ودولية تتلاعب بهذا بالموقف الدولي.
الموقف الدولي اعترف بحكومة الوفاق في قرار من مجلس الأمن 2259، وبعض من الدول يعني غضت الطرف أو البصر على الدول الإقليمية التي دعمت قوة غير شرعية تسمي نفسها القيادة العامة في مهاجمة الحكومة المعترف بها دوليا. يعني هنا في تناقض في المجتمع الدولي بين الشرعية والمبادئ والأخلاق وبين ما يجري خلف الكواليس وفي الظلام. بالنسبة لمؤتمر برلين، نعتقد أن مؤتمر برلين نحن يعني ننتظر في مؤتمر برلين كما انتظرنا مؤتمر دامس، ولكن نرى أن على أرض الواقع أنه هو صعب التحقق. لماذا؟ لأن هناك طرف وشخص اسمه حفتر سوف يرفض أي مؤتمر، لا يعترف إلا بالقوة وأن يستولي على الحكم بالقوة. وهذا المؤتمر برلين لن ينجح مع حفتر، وانتم شفتوا قبل أسبوع أعلن كل الناس أو كل الدول متجهة وتبذل في جهود كبيرة جدا باتجاه مؤتمر برلين. خرج علينا حفتر في من دولة عربية داعمة له، وأعلن على ساعة صفر جديدة ربما تكون 10 أو 15 ساعة صفر. هذا معناها أنه لا يريد مؤتمر برلين. هنا سلطاني من إذاعة موزايك. سيد الوزير، حبينا تعليقكم على لقاء أردوغان رئيس التركي أمس مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، واليوم في خطاب أعلنوا رسميا دعم حكومة الوفاق الليبي، تعليقكم على ذلك، وهل فعلا تؤمنون بأن هذا التدخل التركي هو في صالح الشعب والحكومة الليبية مستقبلا؟ شكرا. هو ليس تدخل تركي، إنما حكومة الوفاق عقدت اتفاقية مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية وبطلب من حكومة الوفاق، ونعتقد أن هناك يعني تعاون كبير سوف يكون بين تركيا وتونس والجزائر، وأننا سوف نكون في حلف واحد، وهذا الحلف يخدم بما يخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني وانطلاق العملية الاقتصادية اللي هي ربما تكون محل اهتمامنا كبير في التعاون الاقتصادي، ولكن هذا يتطلب أن يكون هناك استقرار أمني كبير واستقرار سياسي. وبإذن الله بهذا التعاون والتحالف بيننا وبين تركيا وتونس والجزائر بإذن الله سوف تكون بالنسبة لهذا التحالف سوف يكون هو الداعم لهذا الاستقرار. وهذا التحالف أيضا نتأمل فيه أنه لأن منطقة شمال أفريقيا مستهدفة، ليس طرابلس فقط مستهدفة من العملية الأخيرة اللي قام بها حفتر يوم 4/4، إنما هو مستهدف العواصم الأخرى. إذا سقطت طرابلس ستسقط تونس العاصمة وسوف تسقط الجزائر، وهذا مشروع كبير لإثارة الفوضى في شمال أفريقيا، وهو ليس موضوع للاستقرار. وكل العذر الأعذار الواهية التي يطلقونها إنما هي أعذار لإخفاء الحقيقة. الحقيقة هم يريدوا أن يسيطروا على شمال أفريقيا من ليبيا إلى المغرب، ويريدوا الدمار لهذه الدول وعدم الاستقرار لهذه الدول، ولكن نحن بإذن الله سوف ننتصر وسوف نحمي بلداننا وشعوبنا. سيد الوزير، عماد مرزوقي قناة روسيا اليوم، يعني أنتم تفضلتم بأن مجلس التعاون الخليجي يصطف كله وراء شرعية حكومة الوفاق، وأنا أعلم جيدا وأنتم تعلمون بأن مجلس التعاون والشرق الأوسط لم يعد كتلة واحدة منذ 2.5 سنين، بل أصبح على الأرجح محورين، وهو يعني هذين المحورين نتكلم صراحة عن محور تركيا، قطر، مصر، الإمارات والبحرين السعودية، والمحور الثاني الذي ربما يوصف بالمحور المحايد. إلى أي مدى تعتقدون بأن الشق الثاني وقوات المشير حفتر التي تحظى بدعم محور بعينه في الشرق الأوسط أيضا ممكن أن يعني تؤيدكم وتؤيد الشرعية؟ يعني كيف تقولون بأن دول الخليج تؤيدكم وشق من دول الخليج يؤيدون قوات خليفة حفتر؟ أنا لم أستخدم كلمة الاستفاف، إنما استخدمت أنا قلت أن
أنا قلت مجلس التعاون الخليجي يعترف بحكومة الوفاق، ولم أقل أنه يصطف مع حكومة الوفاق، قلت يعترف ولم يسحب اعترافه من حكومة الوفاق. لم نشاهد دولة من الدول الإقليمية المصطفى خلف حفتر اللي هو فاقد الشرعية، وهي تقاتل تساندة بالمال والسلاح بدون شرعية، وهذه تعتبر يعني في نظرنا احنا فوضى وفوضى وعصابة دولية استغلت مواقعها في دولها، أنها هي من بعض منها يتبوى رئيس الدولة ودول، وكونت عصابة دولية وإقليمية من أجل زعزعة هذه الدول الآمنة والشعوب الآمنة. ولكن أنا لم أقل أنه يصطف، قلت يعترف ولم يسحب اعترافها، هذا للتوضيح. سيد وزير، نتوقع سونيا البريسي بوابة الوثيقة الإخبارية. سونيا البريسي بوابة الوثيقة الإخبارية. هناك أنباء يعني عن تقدم الجيش الليبي في محاور هامة ومناطق هامة في طرابلس، ما ردكم على هذا؟ يعني هذه التأكيدات التي تأتي من الجيش. ثانيا، هل يعني هناك إمكانية لأي مفاوضات مع الجيش من أجل يعني حقن الدماء ويعني إيجاد حلول سلمية أو سياسية من أجل يعني حقن الدماء الليبي؟ شكرا. هو ليس جيش، يعني هو سمى نفسه الجيش الوطني، قام بتسمية نفسه بنفسه الجيش الوطني. هو ليس جيش، هو عبارة عن مجموعة عصابات قاموا بإلباسها بلباس عسكري، وقاموا باستجلاب لها مرتزقة من الجنجويد وبعض الدول الأخرى المعارضة، مثل معارضة تشادية، وأيضا بقوات أمنية من شركة فاغنر الروسية. هو ليس جيش، هو عبارة عن إصابة كبيرة كبيرة جدا، والتقدمات هذه التي تحصل هي ليست تقدمات ذات أهمية كبرى، لأن هي دائما تحصل في الصباح وتسترد منا في المساء، والعملية مستمرة في أماكنها السابقة وليست ذات أهمية. ونتوقع أن الوضع الميداني بإذن الله سوف يتغير المدة القادمة. إمكانية حل سياسي من طرفنا احنا، من جانبنا هناك إمكانية حل سياسي، لكن الطرف الآخر كل 3 أيام 4 أيام يطلق ساعة صفر جديدة، وهي هذه ساعة إطلاق ساعة صفر معنى هذا أنه هو رافض لأي عملية سياسية أو حل سياسي ممكن، فقط عنده حل واحد اللي هو عن طريق الدبابة والطيارة المسيرة والطيارة النفاثة. سيد الوزير، سيف الدين العامر، سكانيوز عربية. ما هي نتائج زيارة أردوغان إلى تونس أمس على موازين القوى العسكرية في ليبيا؟ شكرا. بالنسبة هذا السؤال يعني يسأل عليه الجانب التونسي، أعتقد سوف يجيبك بالتفصيل، ولكن كل ما نعلم أن هذه الزيارة تأتي في إطار توحيد الجهود من أجل إطلاق عملية سياسية لوقف إطلاق النار وإبعاد المهددات التي تهدد الحكومة الشرعية وتهدد سكان العاصمة طرابلس. سيد الوزير علي الصغير من قناة ليبيا الأحرار، لهنا علي بني. سؤال من شقين، شق ميداني وشق أيضا سياسي. بالنسبة للميداني، هناك حديث عن عملية صفر، ساعة صفر، وأيضا بعض مواقع التواصل أو المواقع الإخبارية تحدثت عن السيطرة على المعابر الحدودية المقابلة لتونس من الجهة الليبية عن طريق قوات حفتر. أيضا من الجانب السياسي تحدثتم عن التحالف، أي نوع من التحالف؟ هناك تحالف اقتصادي أم تحالف عسكري يضم ليبيا، تونس، الجزائر وتركيا؟ هو كل التحالف يعني الذي يحقق الاستقرار والأمن والمنفعة، المنفعة لكلا بلداننا، ولا يكون تهديد لأي بلد آخر، هذا هو التحالف. بالنسبة للوضع الميداني، نعتقد أن التركيز الآن على معركة طرابلس، وأن قوات حفتر فعلا تريد أن تحاول أن تسيطر على رأس جدير وعلى المعابر، ولكنها لن تستطيع أن تسيطر على شيء بإذن الله. تحول من تركيا عبر مطار جربة إلى
أنا لا أعلم إلا بإرهابيين يعني حولهم هو من درنا باتجاه سرت وباتجاه الغرب. هذا كل هذا يعلمه العالم كله، الإرهابيين داعش اللي كانوا في درنا حولهم المسماري وحفتر باتجاهنا باتجاه الغرب، ولكن استطعنا الحمد لله القضاء عليهم في سرت، معركة سرت، وأيضا بتتبعهم، وعندنا أكثر من 630 داعشي وإرهابي خطير مسجونين في سجوننا، تم القبض عليهم وخلصنا منهم المنطقة، خلصنا منهم ليبيا، وخلصنا منهم أيضا من شرورهم تونس وباقي الدول التي يستطيعون الوصول إليها وتهديدها. يعني هل سيكون هناك تنسيق لوجيستي مع تونس مثلا في حال دخول القوات التركية مثلا إلى طرابلس؟ وهل هذا التدخل سيكون في نطاق الدفاع عن طرابلس أم لعمليات أخرى لاحقة يعني في ليبيا؟ بالنسبة لي احنا مركزين على العملية اللي هي الاستقرار الأمني والانطلاق العملية الاقتصادية والتنمية وإطلاق مشاريع اقتصادية، هذا المركزين عليه بالذات. غير واضح سيد وزير لأن العملية كانت تحدث عن عملية عسكرية بشكل واضح، لأن يعني لأن سؤالك هذا يمكن المنطقة العسكرية أنا أستطيع أن أجيبك على كل الأمور تتعلق بليبيا، لكن الأمور تتعلق بتونس تستطيع أن توجه سؤال للسلطات التونسية. Can I speak in English? Is it okay? English? Yeah. أعلن أردوغان مؤخرا بأنه سوف يقدم طلبا للاستعانة بالقوات التركية في ليبيا، فهل فعلا سترسل تركيا قوات إلى ليبيا؟ أنت تعلم جيدا أن هناك قاعدة إماراتية في منطقة في المنطقة الشرقية في قاعدة الخروبة، سيطر عليها الإمارات وتسير منها الطائرات المسيرة، وتعلم جيدا أن شركة فاغنر أرسلت مقاتلين محترفين الآن يقاتلون في الخطوط الأمامية في طرابلس، في محاور طرابلس، وتعلم جيدا أنه تم استخدام قوات عسكرية كبيرة جدا من المعارضات، المعارضة السودانية والمعارضة التشادية، وهي تقاتل. يعني ليبيا استباحها حفتر وقدم قواعد ليبية ومطارات ليبية لدول أجنبية بدون اتفاقيات. إذا ظل هذا الموقف يتصاعد فإننا لنا الحق في أن ندافع عن طرابلس وعن أهلنا، وأن هذا الموقف سوف يتصاعد لطلب، وسوف نطلب من الحكومة التركية طلب رسمي بدعمنا عسكريا حتى نستطيع إبعاد شبح القوات المرتزقة، وهذا سوف يكون موجه فقط للقوات المرتزقة والقواعد التي منحها حفتر لدول أجنبية بدون موافقة حكومة الوفاق، سوف تكون موجهة ضدهم. سؤال فقط، هناك صدور لبيان مؤخرا للقبائل الليبية، مجلس القبائل والمدن الليبية غير موافق على تصريحات رئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعتبره تدخلا في الشأن الداخلي لليبيا. ما تعليقكم على هذا البلاغ صادر أمس بعد لقاء رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد ورئيس التركي رجب طيب أردوغان؟ هل ستحتوون يعني مجلس القبائل لصالح الوحدة الليبية؟ نحن نبحث على حل يكون مرضي لجميع الأطراف الليبية وليس لطرف واحد، وهذه الديمقراطية. الديمقراطية هي أن تستطيع أن تعبر عن رأيك متى شئت وفي أي مكان، ونحن نتقبل أي طرف أنه هو يعبر عن رأيه سواء بالرضا أو بالرفض. هذه الديمقراطية، نحن نمارس الديمقراطية وسوف نحافظ ونقاتل ونضحي من أجل هذه الديمقراطية. هل ستسعون لضبط لقاء مع خلاص يا جمال؟ خلاص ينتمي إلى جهة. شكرا لك. شكرا.